وفيما يتعلق بالتطورات الميدانية ومصير وفيق صفا القيادي في حزب الله، حيث أفاد مصدر أمني لبناني للحدث بأن القيادي بحزب الله وفيق صفا كان في المبنى الذي استهدفته إسرائيل أمس في بيروت. وأضاف المصدر أن أحد الصواريخ الثلاثة الذي لم ينفجر كان على مقربة من القيادي بحزب الله وفيق صفا. وقال المصدر إن وفيق صفا متواجد حاليا بأحد المستشفيات، ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحزب حول مصير صفا. يشغل وفيق صفا الذي حاولت إسرائيل استهدافه منصب مسؤول الارتباط والتنسيق بحزب الله، ويخضع لعقوبات أمريكية لمسؤوليته عن عمليات تهريب المخدرات والأسلحة.